ممكن بس من نشتغل غير أرواظة، بس من غير ايه؟ أرواظة. ايه أرواظة، أرواظة ايه يعني تريقة يعني بالبلد، مش بتقول من شبرا؟ اه بس ما جاتلناش أرواظة دي ما قبل هو كده. أنت بتقول أنسة وفي الأول. أنا يلا يا ريس يلا. والنبي يا استاذ بالله عليك بلاش كلمة ألوظ وما ألوظش. يلا يا استاذ. يلا ايه يا فندم؟ يلا نشتغل. على فكرة في كلام كتير قوي الولد ده بيقوله، ألفاظ مش لطيفة، مش معلش. هينفع أسجل الحاجات دي. معلش ما هو يتمنتجوا بقى نمنتج. كله معروض. الواد كلو على فكرة، الواد كلو، الواد كلو. لا حول ولا قوة. حضرتك بتقول الولد كلو؟ كلو ايه؟ البريك يا بيه. لا يا استاذ كلامك ما لا لا مش معناه ده. طب انا اسف يا فندم، انا اسف. انا اسف. يلا ايه يا جماعه اقفلوا الاصوات اللي بتدخل ديت، مش عايزه يسمعني وانا بزعق له. بتزعق لمين يا استاذ؟ حد يدهلي الاستاذ المخرج ده لو سمحت. يا استاذ انا همشي. يلا يا ما بهزرش. شبح. ما بهزرش. شبح. حضرتك قمت ليه يا فندم؟ يا فندم قمت ليه؟ انزل يا استاذ لو سمحت. حضرتك قمت ليه؟ انزل لي يا استاذ بعد اذنك. طب اتفضل حضرتك بس نكمل الحلقه وانا هنزل لحضرتك حالا يا فندم. يا شبح يا نجم يا بيه اقعد 5 دقايق. اقسم بالله هضايقك، اقسم بالله هضايقك يا عم. انا ابوس دماغك لو انت زعلان مني. طب اقعد. معلش يا بيه، معلش عشان خاطرنا احنا. معلش طيب خلاص. انا مش 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 ها مش ها يعني مين المساعد؟ تعامل انت معايا بعد اذنك. انت تعامل معايا يعني قول لي ادخل امتى وكده. اتفضل تعالى. اتفضل اتفضل قوم وقف. ايوه قوم وقف تعامل معايا. اديني انت قول لي ادخل امتى. انا اللي هدي لك الاوردر يا استاذ محمد. يلا احنا جاهزين يا سعاده يلا الباشا. يلا استاذ انا بقى اسم حضرتك ايه؟ انا الاستاذ درديري. ايه استاذ محمد؟ انا معاك انت اسمك استاذ درديري. قول لي ابدا امتى. انا الاستاذ درديري. جاهز يا استاذ ده؟ مش عايز ترد عليا؟ حاضر. في التوب. يلا يا استاذ محمد قول لي ادخل امتى. انا اللي هقول. انا الاستاذ درديري. انا اللي بتكلم. محدش يتكلم مع الاستاذ نجاتي غيري. زعلك. خلينا هنا احسن يا استاذ محمد علشان ما يبقاش الشكل مش لطيف. يلا 3 2 1 ابدا. يلا يا استاذ محمد قول لي ابدا. ماشي اوكي. اقسم بالله لو قعدت لبكره الصبح ما هاخد منك اوردر. بيتهيأ لك المساعد بتاعي يقول للاستاذ نجاتي جاهزين. برضو هتقول اللي انا عايزه ان شاء الله. والمصحف قلب لك دي. والمصحف اكسر لك الديكور ده. انا هعرف الحوار ده بعد ما اخلص البرنامج، بس انا موجود دلوقتي هنا حالا عشان خاطر حل المشكله دي ونخلص اللي احنا فيه دوت عشان خاطركم انتوا. لكن لو عليا انا امشي. ربنا يبارك لك ان شاء ولا الله. ولا نقعد نخلص. انت عسل. انا بحبك. طيب ما حضرتك قاعد تقول لي والنبي تعالى وابوس على راسك ومش هبوس على صغير راسك. الله يدي لحضرتك الصحه يا رب. ربنا يبارك لك ويجعلك شهر كل خطوه سلامه يا ابني. معلش يا ماما انا اسف، بس والله بجد انا يعني مراتي واولادي بره مستنيني وانا متاخر وعن تصوير. والنبي بس نتطلع. الله يسترك. والنبي الله يسترك يا رب. قول ويخلي لك ولادك لو عندك ولاد. ويخلي لك الحاجه الوالده. أمولي. يا رب ما تيجي على بنتي ابدا. لا والله ما تبلفوش الراجل ده والله بقى بنتين بقى بيصرف له عليها بيضربنا وياخد الفلوس علشان خاطر ما اعرفش بيعمل بيها ايه. مش هيتبلف. احكم بيننا لا. بالعدل. لا لا لا. مش هيتبلف. لا لا احكم بيننا بالعدل وبما يرضي ضمير. مش هيتبلف. لا لا ان شاء الله مش هتبلف باذن الله. باذن الله مش هتبلف ان شاء الله. خليك كازاروت كده عشان نبقى تمام مع بعضينا يعني. خليني ايه؟ كازاروت معروفه دي طبعا يعني. ابن بلد يعني مش من شبرا. ابن بلد يعني برضه. طب حضرتك كنت تسمع مني؟ لا لا مش هسمع. يا استاذ درديري اوعى يقلوظك. اوعى يقلوظك يا بيه. جرى ايه يا ماما؟ ايه اللي يقلوظني دي؟ عصب جدا بس. جرى ايه يا ماما؟ مالك لسه ما شفتش حاجه.
انا عمري ما الوظف ولا حاجه الكلام ده كله ما اقدرش اعمل حاجه. ما تحترم نفسك يا جدع انت يا عم. حاك عليا انا ما بقصدش ازعلك يعني. حاك عليا. معلش معلش يا استاذ. خلاص خلاص سيبه بقى يا استاذ. انت مش تعرف بس تتعامل معاه. اقعد انت اقعد انت. انا عارفه ده بيجي ازاي. يقعد يا عم محمد. خلصني يا بيقعد. معلش خلاص يا استاذ اقعدي. والله العظيم احنا جايين عشان خاطرك يا استاذ. الموضوع والله ما معاك انت. حقك والله علينا. انتوا ناس انتوا ناس محترمه. ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. ربنا احنا اللي غلطانين. معلش والله انت غلطانه ولا حاجه. حقك علينا والله العظيم. والله انت على ايدك. والله والله انت الموضوع مش معاك. والله العظيم اقلع لك الشبشب واضربه لك بيه. والله لا ما وصلتش لكده. والله العظيم لو لو ما وصلتش لكده. بس الموضوع كله. واللي انت تقلعي ليه؟ بص افهمكم حاجه. هو ما بيجيش غير كده. يا جماعه انتوا بتتفرجوا عليا ولا ايه؟ ايوه يا استاذ محمد. ايوه يا استاذ. ايوه يا باشا. هيضربوا بعض. عايزين نبدا الحلقه يا استاذ محمد لو سمحت. هيضربوا بعض. عايزين نبدا الحلقه لو سمحت يا استاذ. قرب ايه يا استاذ؟ انا مش عامل فيها رد. يا استاذ ما ينفعش الكلام ده هنا. انا مش هسجل. انا مش هسجل. ما ينفعش الكلام ده هنا. طبعا قول لنفسك. تعالى اقول لنفسي ايه؟ انا اقول لنفسي ايه؟ خايف ليه طيب؟ خايف ليه؟ خلاص اقعدي اقعدي. عيب كده يا بنت. اهدى 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 خالص. عيب يا بنت. اهدى خالص اهدى خالص اهدى خالص. بس 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 بصي الكلام ده يتعمل في بيتي يا استاذ. خلاص ساعه يا استاذ. هو ما ينفعش معاك كده. بس يا بنت خلاص. بس انت اهبل يالا ولا ايه؟ يلا انت عبيط يلا ولا ايه؟ في ايه يا جماعه؟ حلوه يا الوازه الجيزه. الشام ده عالم مجانين يا عم. ايه ده ايه ده؟ المقلب ده؟ مقلب؟ يا شبع. مقلب ها؟ يا شبع. بص حرقلك وراك اهو 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 اهو